السلام عليكم ورحمة الله تعالى. بزاف ديال الناس كيسولوا على الدروس المسائية ديال التكوين المهني، أو بالفرنسية كور دي سوار، يعني كيبغيو يديروا هاد اللي كيقراو في العشية وكيقراو في الويكاند. شنو هو الفرق ما بين الدروس المسائية والتكوين العادي؟ بالنسبة للدبلوم، نفس الدبلوم، هذاك اللي تيقرا بالنهار يعني كيقرا التكوين العادي يوميا، كيمشي في الصباح وفي العشية، كيشد ديبلوم مثلا ديال تقني متخصص، بحال هذاك اللي كيدير كور دي سوار كيشد هو ديبلوم تقني متخصص، نفس الديبلوم، غير هذاك اللي كيدير التكوين العادي كيقرا عامين، والناس اللي كدير الدروس المسائية كيقراو 3 سنين. وماشي اي واحد يمكن ليه يدير الدروس المسائية، ماشي مثلا شي واحد شد الباك قال مع راسو لا انا فيا اللي يبقى يقرا يوميا نبقى نمشي بالنهار غندير الدروس المسائية. لا، راه الدروس المسائية مخصصة للناس مثلا اللي خدامين، تيكونوا خدامين او لا، ولا واخا يعني كيكون اصلا شاد شي ديبلوم يعني اجازه ولا شي حاجه وكيقلب على خدمه، ولا كان خدام ولا شي بحال هكا. يعني ماشي غير اجي واحد انت يلاه شديتي الباك وغادي دير مباشره بغيتي دير الدروس المسائيه، حتى هي راه عندها الشروط ديالها. باش تعرف شنو هو الشروط، كتدخل للموقع الرسمي OFPPT.MA، راه معروف واللي كنخدموا عليه دايما. كتجي لهنايا بحال دابا، نشوفو هنا هاي كونديسيون تاكسي، بحال ندخلو دابا هنا لهادي، كتعطينا هاد لاباج هادي فيها فورماسيون. يعني هاد فورماسيون انيسيال هي التكوين الاساسي. التكوين الاساسي هما داك الناس اللي كيمشيو كيقراو، يعني خصو يحضر الحضور اجباري، كيحضر راهم ديجا هادشي راه دوينا فيه. اللي بغا يرجع لي فيديو اللي سابقين يرجع ليهم، المهم نخليها انايا في رابط في صندوق الوصف اللي فيديو اللي سابق باش عارف كيفاش دير التسجيل وداك الشيء. هادو كل حاجه الشروط ديالها كنزل لتحت هنا كامله في هذا الفيديو. هاد كو دي سوا اتكليك عليها بحال هكا. نيفو تكنيسيان سبيسياليزي، غير هو هذا ما فيش العمر، يعني ما محددش بالعمر، يعني شحال يكون عندك التكوين الاساسي خصك ما تفوتش 30 سنه. انا لا، اقل حاجه غير يكون عندك 20 عام وصافي. في داك لادات اللي غتسجل فيه كما كنشوفو هنا، تكون عندك 20 سنة، يكون عندك 40، يكون عندك 50، يكون عندك 60، ما كيهمش. جيستيفي اون اكسبيرونس بروفيسيونيل ديفيكت، يعني تكون ديجا يعني على الاقل عندك واحد العام ديال يعني خدمتي فيه، عندك واحد الاكسبيرونس، ولا اصلا تكون دابا خدام في شي شركه ولا في شي حاجه. هادشي يمكن لك دير بها الدروس المسائيه ديال تكنيسيان سبيسياليزي. نفس الشروط بالنسبه للتكنيسيان والكاليفيكاسيون، غير الكاليفيكاسيون يعني اقل حاجه هي 18 سنه، هادو اقل حاجه هي 20 سنه. بالنسبه الاكثر عمر ما كيهمش، يعني كما كان العمر ديالك يمكن دير، غير راه ماشي مجانيه، يعني فيها كتخلص في العام ديك المصاريف ديال التسجيل بحالك بحال الناس العاديين، ولكن راه كل شهر كتخلص. داكشي كيختلف من تخصص لتخصص، راه كيختلف لي فري ديال موسيول، يعني انت غتمشي غتسول في المؤسسه كيقولوا لك شحال غادي تخلص في الشهر. غير بالنسبه للتكنيسيان سبيسياليزي كيقرا عامين بالنسبه للفورماسيون انيسيال، يعني الناس اللي تيقراو حضوريا، ولكن الناس اللي غادي يقراو الدروس المسائيه راه كيقراو 3 سنين. نجيو دابا للمرحله كيفاش نعرفوا نختاروا، نشوفوا هذه المؤسسه اللي بغينا نقراو فيها واش فيها كور دي سوار ولا ما فيهاش. المشكله ان هذه راه يعني ماشي جميع المؤسسات فيهم، وحتى لقيتي مثلا المؤسسه اللي حداك في المدينه ديالك فيها هذيك الدروس المسائيه، راه ما كتلقاش، ما كاينش في جميع التخصصات، تقدر تلقاها في واحد التخصص اللي انت اصلا ما بغيتيش. المهم ما عليناش، كيفاش راه ديجا وريتكم واحد الفيديو راه كيف القناه، كيفاش تقلب على المؤسسات وكيفاش تقلب على التخصصات اللي كاينه في المدينه ديالك. كتدخل للرابط، كتدخل للموقع الرسمي ديال لو اف بي بي تي كما كنشوفو هنا .ma، نمشيو للصفحه الرئيسيه بعدا. المهم كاين جوج ديال الطرق باش نعرف التخصصات اللي كاينين في لي كور دي سوار. كما قلنا دخلنا الصفحه سواء من التليفون سواء من البيسي، راه بحال كنجيو هنايا تروفي انفورماسيون. حنا هادشي هاد كور انيسيال يعني هو اللي الناس اللي حضوريه، ما عندنا ما نديرو به، حنا كنقلبو على كور دي سوار. تكليكي على بحال هكا، نكليكو غيطلعو لك جميع التخصصات اللي تيتقرا، كل تيب كور دي سوار كلهم هادو كور، راه كاين الباج الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، على ما اظن راه باقي شي دي باج اخرين. بحال هكا تكنيسيان سبيسياليزي، تكنيسيان سبيسياليزي، ممكن كتقلب انت بحال كاليفيكاسيون، وهادو السميه ديال التخصصات. انا سيستيم اوتوماتيزي، تكنيسيان الكتريسيتي، تكنيسيان دي ريزون انفورماتيك،
هادو هما التخصصات اللي كيتقراو فيهم، ولكن هكذا انت بغيتي تعرف شنو كاين في المدينه ديالك بالضبط. بحال دابا انا مثلا ساكن في مراكش، بغيت نعرف الليست ديال اللي حدايا واش فيها، واش كيقراو فيها لي كورديسوار، وشنو هما التخصصات اللي كاينين، اشنو غادي دير. غادي نعاود نرجع للصفحه الرئيسيه بحال هكا، يعني دابا شفنا التخصصات اللي كاينين في اللي كتقرا في لي كور دي سوار. دابا حنا بغينا نشوفو الطريقه الثانيه، نشوف دابا ديك المؤسسه اللي كاينه في المدينه ديالي واش كتوفر لي شي تخصص من ديك التخصصات اللي بغيت انا. اشنو غنمشيو تخوفي هنا، غنقلبو هنا هادي في هاد البلاصه هادي تخوفي انفورماسيون، لا ماشي ماشي، نقلب على تخوفي ان ايتابليسمون بحال هكا. هادي ديجا شفنا هادشي في واحد الفيديو سابق، يعني هنا غنقلب لا ريجيون ديالي مراكش، مراكش الصافي، هادي لا ريجيون، نقلب المدينة مراكش بحال هكا، وندير فيلتري باش يطلعوا لي المؤسسات اللي تابعين لمراكش. فيلتري هادشي راه ديجا شفناه، دابا راه تنعاودو. هنا كاع المؤسسات ديال التكوين المهني اللي كاينين في مراكش كيطلعوا لي هنايا بحال هكا كلهم. نختار انا هاديك فين هي انستيتي مراكش، بس انستيتي دي تكنولوجي، نشوفو ديال باب توكالة هي انستيتي. المهم تختار اي وحده بغيتي، اللي ساكن في شي مدينه راك عارف التكوين المهني اللي المؤسسه اللي قريبه ليه. نختار هذه ديال باب توكالة، كليكي عليها. ملي كنكليكي عليها كيطلعوا لي كيطلعوا لي كاع التخصصات اللي كيتقراو في هذه المؤسسه اللي انا اختاريت. هكا في اجون تكنيك، يعني هادشي فورما، ملي تشوف فورماسيون انيسيال يعني هو داك التكوين الحضوري، يعني خصك تحضر وتقرا يعني بالنهار. هادشي شنو حنا ما كيهمناش هادشي، انا خصني نقلب هنا على هنا كور دي سوار، نقلب على فين كاين واش كاين شي. هاي بحال دابا هادي مثلا كاين كور دي سوار تكنيسيان سبيسياليزي اون كوميرس، يعني في ديال التجاره. الا كنت انت مهتم باغي تقرا هاد الدبلوم ديال الكوميرس، حتى وراك تكنيسيان سبيسياليزي، يمكن لك تقيد ودير. ما عجبكش مثلا، انا ما مهتمش حتى بالتجاره، قلب نمشيو للصفحه الثانيه لاباج الثانيه، نشوف واش كاين شي كور دي سوار حتى اخرى. ممكن جوج ديال الطرق، تشوف الطريقه الاولى وهذه الطريقه الثانيه، اي وحده اخرى عاوتاني. كور دي سوا تكنيسيان سبيسياليزي اون جيستيون دي زونتربريز، جيستيون دي زونتربريز ها هي تكنيسيان سبيسياليزي كور دي سوا. شوف الى بغيتها هي هذيك، ما بغيتيهاش كتقلب على صافي. دابا سالينا هذيك اللي اختاريت دابا ديال باب الوكالات، هادشي اللي فيها كاين في الكوميرس وكاين في جيستيون دي زونتربريز. كما كنشوفو التخصص ديال تكنيسيان ولا ديال الكاليفيكاسيون راه ما كايناش في هاد المؤسسه، يمكن لك تختار مؤسسه اخرى. راه دابا انا اخترت وحده، المهم هكا تنقلبو. مثلا اللي ساكن في كازا كيختار كازا، كيختار المؤسسه اللي تابعه للعمله ديال، المهم هي بالنسبه للتكوين المهني يمكن لك تقرا تسجل في اي تكوين مهني كما كان في اي مدينه، ولكن الاغلبيه راه كيبغي تقيد في المدينه ديالو. قلت لكم تختار انت مثلا ديال كازا، تقلب على كور دي سوار، تقلب اي تخصص فيه كور دي سوار، وتشوف داك التخصص واش تم مناسبك ولا ما مناسبكش. هما هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. بالنسبه اللي بغى يعرف الطريقه ديال التسجيل راه كاين في القناه، شفنا الطريقه كيفاش نسجلوا بالتفصيل ومعلومات اخرى. ممكن نتمنى التوفيق للجميع.